إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ما أحد يمنع، حتى ولو كان إن السلطان عادل، و الجهاد لا يصح. ما نقول والله حصل المقصود، العدل الآن منتشر والناس في خير، وإيش نبيب الناس، ما يبطل الجهاد هذا، هذا ما يبطل الجهاد، العدل ولا الجور.